كنت أنزف في كل مكان، ولكنني لم أشعر بأي ألم، فقط الرغبة في أن أقتل. كل شيء أصبح مشهدا مشوشا من الدم والفوضى، وفجأة أدركت أنني لم أكن من يقتل بعد الآن. أهلا بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، أكلنا بندنا تصطي في كل الأزمان. مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ It's me Dorito، ولدي هنا قاتل الضحك وزينجو. فيديو اليوم يا أصدقاء عن الـ SCP-076 المحارب أيبل أو هابيل، قصة جديدة مع هذا المخلوق. ولذلك قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا اللايك. والآن لنبدأ. أيامي مع هابيل. كيف انتهى بالمطاف هنا؟ لا أستطيع أن أشعر بقدماي أو حتى يداي أو أي جزء من جسدي. رائحة الدماء في كل مكان. لقد أصبت بشكل سيء، ولكن علي أن أقاوم. لم تنتهي العملية، والكائنات الشاذة ما زالت في الخارج. هل هذا ندم؟ لا، إنه غضب. علي أن أقاتل، علي أن أقتل. لا أستطيع التحكم بغرائزي بعد الآن، ولكن مهما دفعت نفسي لكي أنهض لا أستطيع. جسدي يبدو ثقيلا كالفولاذ، ثم امتدت يد إلى الأسفل وظهر وجه أمامي. إنه هابيل أو أيبل. لقد صنعت حسنا يا محاربي، استرح الآن واترك الأمر لي. في 10 من أكتوبر تلقيت ترقية عندما أخبرني الطبيب كارماين أن لديه مكان شاغر من أجل مساعد بحث طبي في المنظمة. اعتقدت في البداية أنه يعني مدير موقع وباحث أساسي. لم أتوقع أبدا هذا. تم إخباري أن الذي قام بتسليم الـ SCP-076 والمعروف أيضا باسم هابيل قد مات، وأنا الآن مسؤول عن هذا المشروع. أمضيت اليوم وأنا أراجع ملف هابيل، ويا إلهي إنه أسوأ مما اعتقدت. هذا الرجل ليس فقط مضطرب نفسيا، ولكن أيضا لديه قوى غريبة جدا. كيف علي أن أحلل شخص لا يحب أن يتم تحليله، ويستطيع أن يقتل فيلا بيديه العاريتين؟ ومع ذلك لدي فكرة، ولكن هذا سوف يتطلب بعض المهارة. وفي 12 من أكتوبر اعتقدت أنني أستطيع أن أتفق مع هابيل عند التحدث إليه حول لعبة أو شيء ما. وكونه من النوع المحارب اعتقدت أنه من الممكن أن يستمتع بلعبة لوحية، لعبة تتطلب استراتيجية، فاخترت لعبة استراتيجو. لقد بدا ودودا بشكل كاف رغم أنه استمر بالتحديق بي بشكل متواصل طوال شرحي لقواعد اللعبة. حسنا، لقد سمعت حول ما حدث بينك وبين أخيك قابيل، هل كل شيء على ما يرام؟ قلت هذا ثم حدق بهابيل بشدة، وأصابعه تمسك قطعة من اللعبة وكاد يكسرها. وضعها ببطء وقال لي: لا تقل لي اسمه أبدا مجددا، لقد خانني ذلك الوغد وتركني هكذا. سأقتلك إن قلت اسمه مجددا، هل فهمت هذا؟ حسنا حسنا، لقد فهمتك. هنا سيطرت على مشاعري وأنا أقوم بخطوة التالية، ولكن أمكنني الشعور بحدة نظراته. وبعد مدة أصبح منسجما تماما في هذه اللعبة، مصمما على كسر دفاعاتي. لقد تعمدت أن أتركه يربح، ولكن بعد حوالي 9 خسارات أدركت أنه كان يستخدم خطة بسيطة جدا. كان يأخذ ضابطه وكان يستخدمه ليهزم كل شيء بنفسه. لقد تمكنت من إغرائه لكي يهاجم قنبلتي ولكي أفجر ضابطه. في النهاية ربحت اللعبة، ثم هدأ هابيل وأنا هنا خفت وهيأت نفسي للأسوأ، ولكنه ابتسم فقط. مبارك لك، لقد قبلت. قبلت بماذا؟ قوى المهمة أوميجا 7، لقد هزمتني في معركة ذكاء وشرف، والآن أنت من النخبة المختارة. ولكنني باحث ولست محارب. حسنا، أنت الآن كلاهما. وتمت الموافقة على ذلك من السلطات العليا كذلك. وهنا بدأت بالتفكير، هل الـ SCP-076 قوي لهذه الدرجة؟ وحتى أن السلطات العليا خائفين جدا من عدم إطاعة هذا الرجل لهذه الدرجة. غدا سأدخل في تدريب أولي مع مجموعة من غريبي الأطوار والمجانين الذين يتجمعون حول آلة قتل غير قابلة للتدمير، والتي تظهر في أكثر الأوضاع التي تواجهها المنظمة خطورة. وأنا إنسان بسيط جدا أعمل في المكتب بشهادة في علم النفس، سوف أموت حتما. وفي 27 من أكتوبر يوم الاختبار الأخير، وبعد أسابيع من التمارين الشاقة والتعذيب، قابلني هابيل خارج غرفة الاختبار. كنت متفاجئا قليلا لأنه لم يتواجد أي أحد من أعضاء أوميجا 7. أخير اختبار تجريه لوحدك. قادني إلى الغرفة، كان هنالك رجل مربوط بكرسي وهو من أعضاء الدي كلاس، وصينية من الأدوات الجراحية بجانبه. التقط إحدى الشفرات، أي واحدة، وابدأ بالتقطيع.
بدأت أقطع الحبل، ثم ضربني هابيل على وجهي. لا، ابدأ بالتقطيع. أوقعت السكين، لا أستطيع. مد يده وسحب شيئا، لقد كان طويلا ويمتلك الكثير من الخطافات والحواف والشفرات الممزقة. ستقوم بهذا أو سأقوم به بنفسي، أو سأمل من هذه التسلية وسأجد بعض التسلية في مكان آخر، وغالبا عبر قتل الكثير من المقربين لك، وسأتركك للنهاية كي تشاهدهم جميعا يموتون. وهنا لم أجب، نظر إلي لوقت طويل جدا ثم ذهب إلى الباب. أظنني صرخت عندما أمسكت السكين وطعنت الرجل، وغالبا لقد فعلت ذلك لأنني تذوقت طعما معدنيا، مما يعني أنني متأكد أن بعضا من دم الوغد المسكين قد دخل في فمي. ابتسم هابيل لهذا والتفت، وكان الرجل يصرخ طوال الوقت. وبعد أن تمت المهمة غبت عن الوعي. لم يبدو هابيل مسرورا، وأخبرني أنه علي أن أعتاد على القتل، وأخبرني أيضا أن أذهب إلى المختبرات كل يوم وأن أختار قطا أو قردا أو حتى كلبا، ولكن ليس فئران أو جرذان، وعلي أن أقتل واحدا كل يوم أشرحه حيا وأن أشعر نفسي بتدفق الدم. وقال أيضا أنه علي أن أضع جوانب ضعفي جانبا وأن أستحق أن أصبح أقسى وأقوى، أي وحشا. هذا ما أرادني أن أصبح عليه، مختلا عقليا مثله تماما، لا تعاطف لا ذنب ولا مشاعر ما عدا الخوف والغضب، وحشا. ولكنني لن أسمح له بهزيمتي. في 5 نوفمبر لقد أصبح القتل أسهل الآن، أصبحت خاليا من المشاعر للعنف والمذابح. خلال التدريبات لقد كسرت عظاما وكسرت. الأسابيع الأولى كانت معاناة، ولكنني تجاوزتها بقوة. وابتسم لي هابيل في كل مرة أضع أحد المساكين تحت التربة أو عندما أقف مجددا رغم سحق قدماي. حسنا استمع، لدينا مهمة لنلتقط بعض الأوغاد، هؤلاء ليسوا على قدر المسؤولية، تعال معي. فلقد تم التقاط المزيد من حوادث SCP-3199، أو لقد أطلق سراحهم، لا يهم، كان علي فقط أن أقتلهم. قرر هابيل أن يتركني أقود مجموعة بنفسي، ولكن كانت لدي فكرة أخرى. ستقود الفريق أي، وأنا سأتجه إلى المعركة بنفسي. لا، سأذهب وحيدا، سيقومون بإبطائي فقط. وهنا أطلق هابيل عندها ضحكة عالية، أكبر ضحكة رأيتها منه. حسنا أنت شجاع وأنا أحب هذا، افعل ما يحلو لك، سأراك لاحقا أيها المحارب. وهنا لقد وصلت منشأة مهجورة، وكان هناك جثث ميتة في كل مكان. منذ أشهر فقط كنت سأرتجف لرؤية مثل هذا المشهد. وهنا لم يتردد الكائن SCP-3911 في أن يظهر نفسه، وقتلته فورا بدون تردد. كان علي أن أتأكد أنه سيبقى ميتا. عندها اقترب آخرون مني، علي أن أقتلهم. عندما أهاجم أحدهم سيهاجمني الآخر. كنت أنزف في كل مكان، ولكنني لم أشعر بأي ألم، فقط الرغبة في أن أقتل. كل شيء أصبح مشهدا مشوشا من الدم والفوضى، وفجأة أدركت أنني لم أكن من يقتل بعد الآن، لقد كان هابيل بين إراقة الدماء والمجزرة تماما أمام عيناي. لقد استطعت أن أشعر بالغضب في داخلي، علي أن أقاتل، ولكن لم أستطع تحريك جسدي. لقد أبليت حسنا، أنا فخور بك، لقد أصبحت ما مقدر لك أن تصبح عليه، محارب حقيقي، سيد فن القتل. عندما استعدت وعي وجدت نفسي في خزان مملوء بسائل غير معروف مربوط بأداة غريبة، وأعطى الأكسجين من أنبوب، وبدا مجموعة من الناس أمام المختبر مصدومين أنني ما زلت حيا. استطعت أن أرى انعكاسا على الزجاج، ولكنني لم أستطع أن أعرف من يكون. انتظر، هل هذا أنا؟ يا إلهي، إن وجهي هو حفرة فقط الآن، بقيت فقط بعين واحدة، وجزء السفلي من جسدي مفقود تماما، وأمكنني رؤية عمود الفقري يطوف في السائل. ما الذي أصبحت عليه؟ ترك الناس الغرفة وظهر هابيل أمام الخزان. مبارك لك أيها المحارب، لقد أثبتت أنك تستحق، لقد قرروا أن يدخلوك في برنامج تحسين من قبل آلة ما، أعتقد أنهم سموها SCP-212. انظر إليك الآن، من جندي ضعيف إلى جندي صلب، لا أستطيع أن أصبر لأراك تعود إلى شكلك، لا شك أنك تتوق لطعم الدماء مجددا، سأراك في ساحة المعركة قريبا جدا. هاي زينجو وقاتل الضحك، أخبروني ما رأيكم بهذا SCP؟ في الحقيقة إنه دموي جدا،
ومختل عقلي. أجل يا زينغو، إنه كذلك. الشيء الذي صدمني أن السلطات العليا في المنظمة خائفة جدا من المحارب، ولكن الشيء الجميل أن هابيل يساعد المنظمة. أجل يا قتيل الضحك، فرغم قوته فهو ينصاع تقريبا لأوامر المنظمة. حسنا يا أصدقاء، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. في أمان الله. أهلا بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، أجندة بند تستطيع في كل الأزمان، ليست كوابيسا ولديها جواسيسا، تنشر الرعب فينا ولن يبقى للأمل بصيرا.